ناس كتير كانت بتسأل ليه اسمه أخطر دوري في العالم؟ بقى يا مؤمن ديربي القاهرة اللي كان هيتلعب في برج العرب من غير جمهور يتأجل لدواعي أمنية وتسأل فين الخطورة؟ يلا أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. اختيار تشكيل الجولة كان صعب مع تأجيل ماتشين. فحراسة المرمى الهاني سليمان، حارس سموحة اللي تألق ضد بيراميدز، وانفرادات دودو الجباس وإيريك تراوري، وبرضه كان لازم يسيب بصمته المعتادة ويلوم جامع الكرات عشان رجع له الكرة بسرعة. في خط الدفاع محمد عبد الشافي كان مصدر خطورة للزمالك على دفاع المقاولين طول 90 دقيقة، وقطع الكرة اللي سجل منها الزمالك الجول الثاني، وفي سن 34 سنة بيجري ويعمل مشاوير ما بيعملهاش لعيبة أصغر منه بخمس وعشر سنين. خالد سامي مدافع حرس الحدود اللي نفذ تعليمات مدربه طارق العاشري بحذافيرها، وكان مدافع دمه تقيل جدا على مهاجمي الاسماعيلي. محمد كوفي الخيار الامن دائما لحسام حسن، وده اللي اكده في المباراه الصعبه جدا ضد بيراميدز عشان يخطف لفريقه سموحه نقطه غاليه جدا. الاسم الرابع حسن مجدي باك رايت حرس الحدود اللي عمل ماتش دفاعي كبير جدا ضد الاسماعيلي، وكان اكتر لاعب استرجع الكره من مهاجمي الاسماعيلي حد من خطورة محمد الشامي وبديله شولونجو. في خط الوسط طارق حامد، المنافسة كانت بينه وبين فرجاني ساسي متقاربة جدا عشان يدخلوا التشكيل، لكن طرد ساسي رجح كف طارق في النهاية. مش مهم يا ساسي، الأهم إن أنت رجعت للتسجيل. معاه زميله أحمد سيد زيزو اللي سجل جول وصنع التاني للزمالك، وعد نقطك يا اللي بتلعب فانتزي في الجول. عبدالله السعيد اللي كان كالعادة أهم لاعب في بيراميدز وصنع أكتر من فرصة خطيرة ضيعها دودو الجباس وإيريك تراوري. الاسم الرابع محمد مسعد اللي ما شاركش لدقايق كتيرة مع المقصة ضد المصري، لكن لما نزل صنع الفوز بالحصول على ركلة جزاء عتن بيها على جماهير فريقه السابق. في خط الهجوم خالد قمر اللي بدأ سباق هداف الدوري اللي دايما مشارك فيه، سجل جول الاتحاد في دجلة وكمان صنع الجول المغربي رزاق سيسي. الاسم الثاني محمد رجب اللي مش بس سجل جول غالي للانتاج الحربي قاد بيه فريقه للمكسب بعد خسارتين ورا بعض، لكن جول شال مدرب من منصبه بالتوفيق لكابتن علي ماهر في خطوته الجايه. افضل فريق في الجوله حرس الحدود، بعد 3 تعادلات في الدوري حقق فوزه الاول على مين؟ على الاسماعيلي في الاسماعيليه، رغم ان مدربه طارق العاشري قال ان هو كان بيلعب على التعادل. حرس الحدود لعب مباراه دفاعيه ممتازه وساب الاستحواذ للاسماعيلي، لكن كان اخطر على المرمى لحد ما حصل على ركله جزاء سجل منها عمرو الحلواني هدف الفوز. افضل لاعب في الجوله احمد سيد زيزو، من اول ماتش في الدوري ومن اول ما خد الفرصه احمد سيد زيزو اهم لاعب في الزمالك. رجله بقت مظبوطه على الثلاث خشبات علشان يصنع جول ويسجل التاني فوز الزمالك على المقاولين. ميتشو كان له الدور الابرز في تالق زيزو بعد ما نقله لعمق الملعب، فلعب بديل لفرجاني ساسي ساعات ولعب كمان صانع العاب. افضل هدف في الجوله هدف زيزو في المقاولين، كرة قطعها عبد الشافي وصلت لزيزو اللي توغل لعمق الملعب بدل ما يرجع الكرة تاني على الطرف، شاط صاروخ سجل منه هدف تقدم الزمالك على المقاولين. افضل مدرب في الجولة احمد حسام ميدو مدرب المقصة، بالتخصص فاز على ايهاب جلال للمرة الثالثة في 4 ماتشات جمعت بين فرقهم. ميدو حرم المصري من اهم ميزة تحت قيادة ايهاب جلال وهي بناء الهجمات من ورا. المقصة كمان كان بيخسر الكرة بصعوبة، وفي الشوط الثاني ومن تغييرات ميدو خطف المقصة هدف الفوز. وفاجأت الجولة تأجيل القمة، رئيس اتحاد الكرة كان صرح قبل كده ان مفيش ماتش في الدوري هيتأجل فيه 5 دقايق، لكن ممكن نأجل ماتش في الجولة الرابعة ونلعب مكانه ماتش في الاسبوع الخامس. المشكلة ان اتحاد الكورة اتأخر في تبرير تأجيل ماتش القمة، ولما طلع مسؤول واتكلم قال نفس الحجج اللي كان بيقولها المجلس السابق، ودايما الأندية هي اللي مفروض تجيب موافقة الأمن، احنا مش طرف.